إقالة ناجي جلولة اللي صارت كنت معاه أم ضد؟ والله شو نقول لك، معاه معاه أي على مش على حكاية عركته هو والنقابات، أما على خاطر أولا ناجي جلول ولا ريت كما يقولوا بالفرنسي فلان يلتخين أمبولي. إيش معناه يتخين أمبولي؟ معناه ريت كما قبل كانوا في الحبس يلبسوا كل مرأة والمخطة حلو أبيض ويحطوا لهم كرة حديد في ساقيهم أكاكا. الحكومة تخدموا كرة حديد في ساقية اسمه ناجي جلول، مرزنها اشتر المشاكل عليه، وهو يعمل لك في الجمعة ثلاثة خرجات إعلامية يبدأ يزلط معناه ويهز منه ويحط من غادي إلى آخره. ناجي جلول كان يخدم في مستقبله السياسي، كان يعمل في صورة اللي هو الرجل الذي قال لا للنقابات باش يخدم مستقبله السياسي نهاري.